العميد انتوا بقى كمجلس خالد محمود، ايه بقى الرؤيه اللي اكيد في رؤيه وموضوعه؟ خلينا نتكلم في الشق ده. هو الوجه طبعا لاي اداره رياضيه هي الناحيه الفنيه اللي هو الشق الفني كويس. اللي هو الشق الثالث من تقسيم الملفات. الشق الفني ده احنا قسمناه باعتبار يبقى المشرف العام عليه على المنتخبات القوميه كلها كابتن ايهاب جابر، وبيساعده بقى أعضاء مجلس الإدارة المهندس محمد عجيزة هو المشرف على المنتخب الأول، والمهندس مصطفى ثعلب هو المشرف على منتخب الشباب والناشئين، والمحاسب حازم أنديل المشرف على منتخب البارا تايكوندو، والمحاسب مجدي طايل المشرف على منتخب البومزة، والكابتن خالد فوزي المشرف على لجنة المسابقات. أكيد كل الأسماء دي بقى حاطة خطة ما للفترة الجاية إن شاء الله بالتزامن مع تولي بقى كل واحد فيهم ليه هذه المسؤولية. ممكن تكون الخطة دي موضوع انطلاقا من العقبات اللي واجهت مثلا مجلس الإدارة السابق، أو اللي بتواجه انتشار الرياضة في مصر، أو النوع ده من المعوقات إنجاز التعبير. وممكن تكون ما كانش فيه معوقات قوي، لكن انتوا عندكم رؤية مختلفة شوية للي جاي إن شاء الله، من حيث تأهيل اللاعبين، صناعة الأبطال في هذه الرياضة، من حيث تنظيم فعاليات إيفنتات في هذا الإطار الفترة الجاية. ده أكيد موجود مش كده برضو؟ أي اتحاد، أي منظومة رياضية، أي نادي بيشتغل على حاجتين. بيشتغل على الخامات الكويسة اللي موجودة حاليا، ولازم في نفس الوقت ان انا اطلع صفوف وكوادر تانية ورا اللعيبه الفيرست، علشان هم دول اللي جايين بعد كده طبعا. يعني هدايه ملاك وسيف عيسى ابطالنا الاولمبيين اللي جابوا ميداليتين في اولمبياد طوكيو وفرحوا مصر يعني كلها، ما كانوش هم جايين في الدوره السابقه فقط، لا ده الشغل عليهم كان من طوكيو، من لندن 2012 مع هدايه ملاك، ومن اولمبياد الشباب في نانجينج في الصين مع سيف عيسى في 2014. فالصعوبه ان احنا بنشتغل على مستوى الكبار اللي احنا عاوزين نخرج منهم حد ان شاء الله يعمل لنا ميداليه في باريس 2024، وفي نفس الوقت بنستهدف فئه الشباب والناشئين اللي هي لازم هيطلع منها بعد كده حد ان شاء الله برضو يجيب لنا ميداليه اولمبيه. فاحنا بنشتغل على المستويين، مستوى الكبار ومستوى الشباب، مع متطلبات بقى في وجود التسويق والرعايه الاستثماريه، لان الاستثمار حاليا او الاستثمار الرياضي وضخ الاموال في الرياضه هو ده اللي بيخلي الاتحاد يقدر يشارك في بطولات ويسافر ويعمل معسكرات اعداد كويسه، يصرف على المنتخب بطريقه محترمه ويعمل جوائز قيمه كتحفيز للعيبه. طبعا 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 مع وجود طبعا الدوله في ظهر الاتحاد، ممثله طبعا في سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني هو الرئيس الرياضي اللي اول كلمه اطلقها على الرياضه لما قال الرياضه امن قومي، في وجود برضو الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، لانه كان حريص حتى انه يستقبل منتخب البار عندنا لما حققنا كاس تاني افريقيا، استقبلهم بعدها ب 48 ساعه، وده كان استقبال رفع من معنويات الاولاد جدا جدا. فيعني احنا بنحاول حاليا ان احنا نشتغل على الكبار ونطلع من الشباب كوادر تبقى صفوف تانية تحت الكبار، علشان إن شاء الله نعمل حاجة في اللي جاي. طيب حلو جدا.